اللهم يا مبدع الكائنات ويا قاضي الحاجات ويا مقيل العثرات ويا مجيب الدعوات، نسألك اللهم أن تنجي علماءنا ودعاتنا، اللهم أطلق سراحهم، اللهم أطلق سراح الشيخ سلمان العودة، اللهم أطلق سراح الشيخ سلمان العودة، وأطلق سراح الشيخ عوض القرني، وأطلق سراح الشيخ علي العمري ومحمد موسى الشريف وسائر العلماء والمصلحين والدعاة المخلصين المجددين. اللهم كما نجيت يونس من بطن الحوت، وكما نجيت البيت العتيق من أبرهة، وكما نجيت موسى من فرعون، وكما نجيت نبيك في مثل هذا اليوم، في مثل يوم بدر وأحد والأحزاب، نج علماءنا ودعاتنا يا رب العالمين. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم واشرح صدورهم، اللهم وأفرغ عليهم صبرا يا رب العالمين. اللهم فك أسرهم وأطلق سراحهم وردهم إلى أسرهم. اللهم عليك بالطغاة العرب المنافقين، اللهم عليك بالمفسدين والظالمين والمستبدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم واكسر شوكتهم، اللهم نكس تيجانهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم خلص المسلمين من ظلمهم وقهرهم وتجبرهم. اللهم إنهم باعوا الأقصى وفلسطين، اللهم إنهم أقاموا حفلات الغناء في بلد سيد الأنبياء، اللهم إنهم يكرمون الفنانات، اللهم إنهم يكرمون الفنانات والراقصات ويهينون حملة كتاب رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نشكو إليك ظلمهم وجبروتهم، اللهم إنك آتيتهم وملأهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أقر أعيننا بصلاح أمتنا في كل مكان، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك.